القطاع المصرفي شهد تطورا كبيرا وإيجابيا خلال عام 2019 بما يتماشى مع مستهدفات وخطط الدولة، وذلك نتيجة إجراءات وخطوات الدولة المصرية، خطوات بدأت باتباع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية عبر خفض الفائدة عدة مرات خلال عام 2019 مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلية وتراجع التضخم لمستويات منخفضة، إضافة إلى مواصلة المركزي الاستمرار في جهود التحول إلى مجتمع غير نقدي لميكنة المدفوعات بهدف تلبية استراتيجية الدولة في تقليل التداول النقدي. التحول الرقمي دوت احنا خلاص هنبتدي نخش فيه، ده هيؤدي الى زياده في ايرادات الدوله، لان في طبعا زي ما اتفقنا ان احنا في شرائح كتير بره، اما هتدخل جوه وهيبتدي يتميكن النظام، ده هيدعم الايرادات الضريبيه للدوله، بالاضافه ان احنا هندخل كل بقى المحدود الدخل وغيرهم جوه القطاع. قبل أن ينتهي عام 2019 كثيرة هي مبادرات البنك المركزي التي أطلقها لتنشيط ودفع الاقتصاد المصري في 2020 والأعوام القادمة. تلك المبادرات تنصب في ثلاث قطاعات رئيسية، وواحدة من بينها تختص بالقطاع السياحي، إذ رفع المركزي تمويل قيمة مبادرة التجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وإعفاء متعثر القطاع قبل 2011 من الفوائد المهمشة، وكذا إعفاء جميع مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من 50% من الدين ومن كامل الفوائد المهمشة، وأخيرا مد مبادرة السياحة حتى نهاية 2020. وعلى جانب آخر، وفي محاولة لدعم الإنتاج وتقليل الاستيراد، خصص المركزي 100 مليار جنيه للقطاع الصناعي بفائدة 10% متناقصة، وتوجه لرأس المال العامل والمعدات وخطوط الإنتاج. من ضمن الحاجات برضو اللي حصلت كويسه المبادرات بتاعه البنك المركزي، واخرها مبادره الصناعه اللي كانت بتتكلم في حدود 100 مليار جنيه. ال 100 مليار جنيه دولت موجهين للمصانع سواء كانت المتوسطه والكبيره، ودي بتوجه لشراء المعدات والالات اللي هيتم استيرادها علشان نبتدي المصانع دي تشتغل وتبتدي تعمل قيمه مضافه حقيقيه في الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بأداء البنوك خلال النصف الأول من عام 2019، فإن مؤشرات البنوك ومعدلات أرباحها تعتبر مماثلة لأرباح البنوك خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل أداء مرضيا بشكل كبير ومتوافق مع متطلبات الدولة في تلك المرحلة. كما تمكن البنك المركزي من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة، والتي وصلت لأكثر من 45 مليار دولار. وفيما يخص أسعار الصرف، فشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا منذ بداية العام، وذلك بعد أن ارتفعت لأكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف. وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت أسعار الدولار تراجعا بنحو 180 قرشا، حيث وصل متوسط السعر في البنوك ليحوم حول 16 جنيها. بالنسبة للدولار أمام الجنيه، لاحظنا تطور كبير جدا للدولار، إن الجنيه زاد قوته أمام الدولار، والدولار انخفض أكثر من مرة أمام الجنيه المصري، ووصل لمستويات متدنية جدا، ومتوقع إن هو ينخفض كمان خلال الفترة القادمة، إن الجنيه هيبقى موقفه قوي جدا أمام الدولار. وصل حجم تحويلات المصريين من الخارج إلى مصر بالعملة الصعبة إلى 26 مليار دولار في عام 2019، والذي سيدعم الاقتصاد المصري. إشارة للنمو الاقتصادي، الأداء المصرفي المتميز في 2019، وطبعا لسه في قانون البنوك الجديد اللي بنناقشه في مجلس الشعب، ده هيدعم استقلال البنك المركزي. تحويل برضو تحويل المعاملات المادية بين الأفراد لمعاملات بنكية، ده برضو شيء برضو موجود في قانون البنوك الجديد. أداء متميز طبعا في 2019 للبنك المركزي والأداء المصرفي،
نتمنى انه يبقى في تطور اكتر في 2020 ان شاء الله. كما اوضح المركزي ان حجم ودائع البنوك سجلت مستوى يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، حيث تحتاج تلك الاموال الى استثمارها في السوق باكثر كفاءة ممكنة. كما تم الإعلان عن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي سيصنع آليات جديدة تخدم استثمار المدخرات المالية. بلا شك يعد القطاع المصرفي المصري واحدا من أبرز القطاعات الاقتصادية التي ساندت الإصلاحات ودعمت قرارات البنك المركزي المصري، وها هي تجني ثمار بقوة ورصانة القطاع من ناحية، ومن ناحية أخرى باستكمال تنفيذ مبادرات تدعم شتى القطاعات وتتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية. أسمع حسن، النيل. We'll be right back.